السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تلمسان وبالضبط ببلدية سيدي الجلالي، وين يقع المدرسة القرآنية التي تم يعني إنشاؤها في مدينة سيدي الجلالي إذن، واللي تتميز بطابع العمراني الأصيل يعني، وهذا شيء جميل أن يكون فيها يعني منشآت حضارية دينية ثقافية تراثية يعني تحترم نمط العمراني نتاع الشعب هدايا. إذن نشوف هذه المنشأة اللي تعتبر كبيرة وإن شاء الله تؤدي المهمة تاعها تاع التربوية والدينية على أحسن وجه في تربية النشأ والطلبة وعلى القيم الدينية والقيم الإسلامية. إذن أترككم تتابعون هذا الفيديو عن هذه المدرسة القرآنية الكبيرة في ولاية تلمسان، والسلام عليكم.